ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استنوا يا اخوان، استنوا، خليكم زي ما انتم، عايزكم في كلمتين. اسمحوا لي بالنيابة عن أهل البلد أن أتوجه بالشكر للمرة الثالثة للرجل الذي يبذل الجهد الكبير في سبيل الله ولوجهه الكريم، لا يريد منا جزاء ولا شكورا، وإنما يفعل ذلك مرضاة لله وحده. ولقد أطل علينا بمدد جديد للمسجد لطلائه بما يتناسب وبيوت الله، وسوف يغير شبكة المياه والكهرباء ويزود المسجد بأدوات الإنارة اللازمة. أنار الله له دنياه وأحسن آخرته. آمين يا رب. آمين. تفضل. الله يجعلنا بحسن ظنك. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين على نعمه الكثيرة الغزيرة. وأولى هذه النعم أن هدانا إلى دينه القويم. مهما بذلنا من جهد ومهما أعطينا هيبقى إيه؟ هيروح فين قدام عطاء ربنا سبحانه وتعالى؟ قليل قليل. أخوكم في الله أحمد توفيق. ربنا يبارك فيك، ربنا يحميك، كتر الله من أمثالك، بارك الله فيك. أه سلام عليك. أنا كنت عايز حضرتك في كلمتين يا عم الشيخ. اتفضل اتفضل اتفضل. بسم الله. أه خير يا ابني. في الحقيقة يا حاج، أنا حب لحضرتك وللبلد ولأهلها وناسها خلاني أكون أو عايز أكون واحد منها. الله، ما هو أنت يا ابني واحد مننا، ما بقتش غريب عننا. تعيش يا حاج. أمرني يا دكتور. هو ده في الحقيقة اللي خلاني أآمن على شغلي وسطكوا هنا. ربنا يبارك لك يا ابني. يا سبحان الله، بشر بشر. أنا دلوقتي اتبشرت خير، بربنا يبارك لك. دي الخير من فضل الله، والخير برضو على قدوم الواردين. أنا عايز أتجوز من عندك يا حاج. وأنا بقول مبروك. الله يبارك فيك. بس أنا يعني كنت بقول إن إحنا هنبقى حمل تقيل قوي أنا وعيالي على سيد دكتور. يا سبحان الله، ده هو ده السبب اللي خلاني فرحت لك ووافقت بالنيابة عنك. اللي هو إيه يا حاج؟ إنه عارف عنك كل حاجة، عارف إن عندك عيال وإنك أرملة. واحد زي الدكتور أحمد ده لو كنت هتبقي حمل تقيل عليه أنت وعيالك ما كانش طلب يتجوزك. وافرضي يا ستي إنك حمل تقيل، بكرة ربنا يخففه عشان حيستر عليك انت وولادك. ده انت تحمدي ربنا انه رزقك بواحد زي الدكتور احمد. انا ما قلتش حاجة يا حاج، بس يا ترى بقى مراته عارفة انه هيتجوزني؟ اهو الغيط هنا بقى والباقي عنده، انت تسأليه وهو يجاوبك. وبعدين الرجل طلبك على سنة الله ورسوله، والشرع بيجز له 4 في الحلال، وافتكر الدكتور احمد خير من يعرف الحلال. جرأة يا سي احمد، انا بقولك كده بس عشان ما تزعلش مني، لكن كل الحكاية ان انا مش عايزك يعني يجرى لك حاجة بسببي. يعني ايه يا صباح؟ يعني خايف عليك. تقولي ايه؟ خايف عليك. تصدق انت كده هتخلينا غير رأي يا صباح؟ يعني ايه؟ يعني انا في الحقيقة يعني بصراحة في الأول كنت هتجوزك علشان يعني خايف عليكي من محي، خايف اتعرض لك بأي شكل، وبعدين قلت هي سترة ليكي وللولاد. استطر ربنا يا دكتور، قادر يسترها عليك وعلينا. استغفر الله العظيم، أنا كنت بقول لك ده الأول، وبعدين أنا بتكلم بصراحة. الصراحة المفروض تقرب ما بيننا، ما تبعدناش عن بعض. خلينا كمل كلام. اتفضل. دي كانت نيتي في الأول. قبل ما اسمعك كنت بتقولي انا خايف عليك يا دكتور، بس اول ما قلتيها صدقيني انا حاسس انك اول واخر زوجة هتجوزها. ماذا قلت؟ يما هو عم احمد يقعد معانا على طول؟ يعني يا حسام هيجي لنا يوم ولا اتنين وهيبقى يشوف شغله ويجي لنا يقعد معانا تاني يعني ان شاء الله. بص يا حسام، انا عايزك تسمع كلام بابا احمد. هو هيبقى زي بابا، هيحافظ عليك وعلى ناديه وعليا وعلى ستك، واحنا كمان لازم ما نزعلوش ونسمع كلامه.
خلاص يا حبيبي؟ بس يا نادية هتكسر السرير قبل ما نجربه. حاضر يا عم. شد يا ابو الحاج عشان تعمر الطاسة كده كمان وكمان. وابشم بصمة كمان يا خضر، ولع لك حجر خليها تولع. لا 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 ده انا مش قادر، لا قادر ولا شايف قدامي. الصوت اللي انت بقى يا ابو الحاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور. خطوة عزيزة يا دكتور. مش باين يا حاج. ازيك يا خضر؟ الله يسلمك يا دكتور. معلش واضح ان انا جيت في وقت مش مناسب. مش مناسب ليه بقى ان شاء الله؟ يعني عشان الريحة اللي انا شممها وانا جاي من بره دي. ريحة ايه يا دكتور؟ اعمل حجر كبير للدكتور. لا 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 كبير وصغير ايه، لا انا ماليش في الموضوع ده خالص. امال ليك في ايه؟ مزاجك في ايه يا دكتور؟ انا مزاج الشغل وبس يا حاج. طب والنسوان؟ ايه مالكش في النسوان؟ الله الله الله. ابصم ابصم. لا لا ان شاء الله ان شاء الله يبقى ليا فيهم، بس يعني بالحلال يا حاج. بص في حاجتين ماليش فيهم، لا الحرام ولا البصم. افهم بقى ايه سر الزياره الميمونه دي. على عيني يا حاج. بقولك يا خضر، ما تروح لحد الصين ما تجيبش حاجه وما تجيش. اتكلم يا دكتور، ابويا الحاج محي ما يخبيش عني حاجه. روح انت يا خضر روح. ماشي بالاذن يا دكتور. بالاذن يلا. بص بقى يا محي، ومعلش اسمح لي اقول لك يا محي من غير يا حاج، دي اول حاجه. تاني حاجه هتسيبني اتكلم لحد ما اخلص كلامي وبعدين انت تتكلم. انا بقالي في البلد دي ارض كبيره قوي ما تعرفش تجيب اخرها بعنيك، وكمان بقالي في البلد دي ناس بتحبني عزوه يعني، ولسه هيبقالي في البلد دي حاجات كتير قوي 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 مش هتعرف تعدها. وكمان من البلد دي انا ناوي اتجوز. صباح اللي انت رحت تهددها، يعني انا بكده سديت عليك كل المنافذ والاخرام اللي ممكن تضايقني او تعرفني منها، وسبحان الله في لمح البصر بقيت انا الحق وانت الباطل. يعني بلغه نشره الاخبار والاحاديث التلفزيونيه دانت لي السيطره. الله 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 الله. انت جاي تهددني في داري ولا ايه يا دكتور؟ انا جاي اديك فرصه اخيره، يا تعرف تستغلها يا ترفضها. بس في حاله ما ترفضها قسما بالله لو جيت بعد كده علشان تبوس ايدي هرفض. قلت ايه؟ قلت خدها يا دكتور. انت مش تعرف ايه ده؟ عرفها لي يا دكتور. انت مش تشد نفسك وابصم كمان. الفرصه هي انك هتشتغل معايا بالطريقه وبالنظام اللي انا احدده. طب ايه الفرصه في كده؟ الفرصة انك هتشتغل معايا مش عندي. في حالة ما تنطق حرف او كلمة غير انك موافق حتى انك تشتغل عندي مش هبطلها. قلت ايه؟ موافق يا دكتور. مش شكرانية في نفسي والله، بس بجد مش هتلاقي زيهم في السعودية كلها. لا باين فعلا يا حاجة بدرية. لا ولسه بقى الحاج عندك لما تعرف سعرهم هتخطفهم خط. انا اتفقت مع ام خالد ان هي تبيع للمصريين الموجودين في السعوديه بنص الثمن اللي بتبيع بيه لام مازن. لا لسه ما اتفقناش، النص ده كتير قوي. يا ام خالد لما تبيعي بسعر اقل هتبيع اكتر، وكل ما بعت اكتر كل ما كسبت اكتر. ما تجيش عليا يا فتحي عشان خاطر الاستاذ وهدان، انا عارفه غلاوته عندك بس كده كتير قوي تخسر معايا وانت عارف. طب صل على النبي قول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. خلي الخساره عليا والمكسب ليكي، ايه رايك؟ خلاص يا حاج فتحي سيبها براحتها، احنا عايزينها تبقى بتشتغل وهي مبسوطه عشان تعمل شغل حلو. على العموم مش هنختلف يا استاذ وهدان، لو بعنا اكتر من 100 عبايه كلام فتحي يمشي، ولو بعنا اقل يبقى كلام انا اللي يمشي. 100 عبايه ايه يا ام خالد؟ ان شاء الله هتبيع اكتر من كده بكتير. انت فكرك يعني الاستاذ وهدان هياخد للحاج مراته وبس؟ ده الاستاذ وهدان بالصلاه على النبي يعرف اكتر من 200 مصري متواجد في السعوديه. شوف بقى ستاتهم لما يشتروا، شوف الهدايا اللي هينزلوا بيها مصر. وكمان ليكي مفاجاه عندي يا حاجه، عشان بس رد جزء من جمال الحاج فتحي علينا. مفاجاه ايه يا استاذ وهدان؟ فرحني. احنا بفضل الله على علاقه طيبه جدا بكل اولياء الامور في المدرسه، واحنا عندنا يجي اكتر من 600 طالب، اكتر من نصهم بياخد دروس عندنا. يعني حضرتك تقدري تعتبري كل دول اشتروا من حضرتك باذن الله. باذن الله؟ لا كده بقى يبقى يحق لحضرتك تاخد عموله على كل عبايه نبيعها. ليه كده بقى يا حاجه بدريه؟ انت كده بتشتمينا. شتيمه ايه لا سمح الله، ده حقك وعلى راي الامريكان الله يسامحهم. بزنس از بزنس. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم.
اتفضل يا سي محمد اتفضل. مبروك مقدما. الله يبارك فيك يا اخويا. اتفضلوا انت مش غرب. في حد هنا ولا مفيش؟ لا مفيش. طيب هنخش بس سيب الباب مفتوح. اصيل والنبي وابن اصول اتفضلوا اتفضلوا اتفضل يا سي محمد. اتفضل تعالى. اتفضلوا اتفضلوا جوه في الواسعه احسن. اتفضلوا اتفضلوا اتفضل يا سي محمد. تشربوا ايه؟ لا المناسبه الجميله دي لازم نشرب ان شاء الله شربات. من عيني يا اخويا. اتفضل. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا اختي قويه. يا ريت معايا انا عشان انا فاضل برج في دماغي وهيطير دلوقتي. ليه بس يا محمد؟ الف سلام عليك. في ايه؟ احنا بنعمل ايه هنا وليه لبستني بدله ومناسبات وشربات؟ مناسبات ان شاء الله. عايز اقول لك ان في فرح. يا نهار ابوك اسود يا حبشي. ايه هتتجوز على اختي يا حبشي؟ اسمع بس يا محمد عايز افهمك حاجه. مش بقى اخت غير مين. ما تنطع يا حبشي. انا هفهمك ما تتعصبش عليا قوي كده. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا احمد انت كمان عارف وجايب رجلك لحد هنا؟ عارف ايه مالك؟ ما تهدى. عارف ان حبشي هيتجوز صباح؟ لا طبعا ما اعرفش ان حبشي هيتجوز صباح. طب اتفضل اديك اهو جاي على عماك ومتشيك انت راخر اهو. لا انا جاي متشيك عشان انا اللي هتجوز صباح. طب وسميح؟ مالها سميح؟ لا يا اختي ملتش واعجن في اللي ملياش فيه. مالها سميحه يا ام السيد؟ بنتك لازم تتنقل المستشفى دلوقتي قبل بكره. الحقي بنتك بدل ما تروح فيها. أكل إيه وبتاعي؟ أنت الأكل والشرب والمزيكا والهزار كله. يا لهو عليك يا سي أحمد. بقولك إيه بلاش سي أحمد دي، هي أحمد وخلاص. يا أحمد الباب يخبط. طب وإيه يعني ما الباب يخبط؟ هروح أفتح. لا ما أروح أنا أفتح. تفتحي كده إزاي؟ أنت كده بتقفلي. أنا أفتح. تعالى 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 تعالى. حبشي ايه اللي حصل؟ احمد سامحها تعبت وديناها المستشفى. جرى لها ايه؟ ما اعرفش. انا كل اعرفه انها لازم تولد بعمليه. بس ده مش معادها. ايوه بس ده كل اللي اعرفه. مالك بتفكر في ايه؟ بفكر في ايه بس؟ انا حاسس ان انا زي المشلول مش عارف افكر في اي حاجه. لا تشليت ولا حاجه بعد الشر عليك يا احمد. خش بسرعه غير الجلابيه وتعالى معايا. لا دي مع نفسها. بسرعه انت بس عشان نلحق التانيه بدل ما تضيع من ايدينا. غيروا هدومي وقفيني بسرعه. استناني. متقلقش يا عم ابو شعيشه ان شاء الله خير باذن الله. خير ان شاء الله. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. امال احمد ده اخوك فين؟ احمد في الشغل وبعت حبش عشان يجيبه جاي على طول. الله يكون في عونه. ربنا يقومها له السلام. فين جوزك؟ يا لطيف الطف يا رب. خير انا ابوها. هنضطر نولدها سيزيرين. يعني ايه دي يا محمد يا ابني؟ يعني عمليه قيصريه حاج، فتح بطن يعني. وفي الحاله دي لازم جوزها يمضي على تعهد بانه موافق بالعمليه.
اهو جوزها جه. تعالى يا احمد الحق. خير يا محمد؟ اسال الدكتور. خير يا دكتور؟ سميحه مالها؟ صلي على النبي يا ابني. عليها افضل الصلاه والسلام. خير ان شاء الله. لازم تعمل عمليه دلوقتي حالا. عمليه ايه؟ الجنين يا سيدي عامل شويه مشاكل وعاوز يجي قبل ميعاده. طب ما تيلا يا دكتور، مستنيين ايه؟ امضينا التعهد ده. حاضر. اتفضل. يا رب يا رب. يا لهوي ايه اللي انت بتعمله ده يا راجل؟ ويا لهوك ليه بس يا اولية؟ هو انا بعمل حاجة عيب ولا حرام؟ ده انا بلعب رياضة. رياضة؟ رياضة ايه اللي بتعملها ومرات ابنك بتولد؟ انت عايزان اعمل ايه لمرات ابني ان شاء الله؟ اروح اولدها بنفسي؟ عايزان اعمل لها ايه بالظبط يا رتيبة؟ تعمل ايه؟ انا مش عارفة انت ازاي جاي لك قلب تسيب ابنك في المستشفى لوحده. ومين قالك ان ابني لوحده؟ ما هو معاه وحبشي معاه والدنيا كلها معاه، الدور والباقي علي انا. انا اللي طول عمري عايش لوحدي، مفيش اي حد معايا. لوحدك ازاي توفيق؟ انت جرالك ايه يا اخوي؟ مالك؟ فيك حاجه؟ اقولك وما تزعليش يا رتيبه. قول يا اخوي. انا ما زعلش منك ابدا بصراحه كده يا بنت الناس. انا عايز اتجوز. يا رب يا رب. ده بقى يا احمد شويه. مش قادر مش قادر يا اخي. طب على الاقل عشان خاطر ابوها وامها، ناس كبار ومش حامل القلق بتاعك ده يا اخي. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابله لو سمحت لو سمحت والله. سميحه اللي في العمليات عامله ايه دلوقتي؟ ما اعرفش، انا كنت شفت العمليات. شكرين يا ستي، الف شكر. لا حول ولا قوه الا بالله. اهو الدكتور خرج اهو. يا دكتور طمنا، ايه الاخبار؟ الف مبروك، وهي كويسه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والواد زي الفل، بنوته زي القمر. عن اذنكم. الف مبروك يا حاجه، الف مبروك يا حاجه، بنوته زي القمر. الحمد لله. يا كده بس يا رب. بريح، انت زعلت ولا ايه؟ قوي يا راجل، ما تقولش الكلام ده، حرام عليك، قول الحمد لله. استغفر ربنا يا احمد. استغفر الله العظيم. كان نفسي فؤاد يا محمد، كان نفسي فؤاد.